طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. لماذا قطع أغلب العراقيين الانتخابات البرلمانية؟ حيث أكد مراقبون وتقارير صحفية بأن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب لعام 2021 في عموم العراق لم تتجاوز 15%. كما أشارت وكالة رويترز للأنباء بأن الاقتراع العام الذي شهدته البلاد سجل أعلى نسبة مقاطعة على الإطلاق منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في العراق. وشكل المقاطعون للانتخابات الأغلبية العظمى من الشعب العراقي، حيث بلغوا نحو 85%. نتحاور معكم حول نتائج الانتخابات التي قاطعها أغلب العراقيين يوم أمس. وقالت وكالة رويترز بأن الاقتراع العام الذي جرى مؤخرا في العراق سجل أعلى نسبة مقاطعة منذ احتلال العراق عام 2003. ونقلت الوكالة عن مسؤولين قائمين على الانتخابات قولهم بأن نتيجة الانتخابات لن تغير ميزان القوى في العراق بشكل كبير، بل أن الأوضاع ستخدم زعماء الميليشيات وتزيد من سطوتهم. دعونا نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. لم تكن محاولات أقطاب العملية السياسية قادرة على إخفاء حجم الخيبة التي رافقت الانتخابات بسبب المقاطعة الكبيرة التي شاهدها الجميع محليا ودوليا، رغم مساعي مفوضية الانتخابات تقديم صورة وردية عن حجم المشاركة. وكالة رويترز قالت إن انتخابات العراق سجلت أعلى نسبة مقاطعة منذ احتلال البلد عام 2003. ونقلت الوكالة عن مسؤولين قائمين على الانتخابات قولهم إن ضعف المشاركة يؤكد تضاؤل الثقة في الزعماء السياسيين، ويشير إلى أن ميزان القوى لن يتغير في العراق، بل إن الأوضاع ستخدم زعماء الميليشيات وتزيد من سطوتهم. وفي سياق مشابه، أكدت ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيولا فون كرامون أن عزوف الكثير من المواطنين عن المشاركة في الاقتراع يحمل رسائل سلبية إلى الحكومة الحالية والحكومات السابقة، مشيرة إلى أن بعثتها شخصت عدة مخالفات وخروقات. ولكن أيضاً للأسف رأينا إقبال ضعيف من قبل الناخبين للتصويت. العزوف الكبير لم يكن محرجاً للحكومة فحسب، بل للبعثة الأممية في العراق والتي ظلت رئيستها جنين بلاسخرت تروج بطريقة وصفها مراقبون بالمبتذلة لخيار الانتخابات، مستبقة المقاطعة بالقول إن المنظمة الدولية ستعترف بنتائجها مهما كانت نسب المشاركة. ويؤكد مراقبون أن هذه الانتخابات تعكس النسبة الحقيقية للمشاركة بعيداً عما كان يحدث سابقاً من تزوير لإرادة العراقيين، حيث يؤكد مختصون أن نسب المشاركة التي أعلنتها المفوضية اعتمدت فيها على أعداد المسجلين لديها، في حين أن أعداداً كبيرة من الذين يحق لهم التصويت لا يمتلكون بطاقة الناخب أصلاً، وفي ظروف مشوهة أفادت الأحزاب المدركة لخسارتها مسبقاً. المشاركة المتدنية التي أسفرت عنها الانتخابات تعكس حالة الغضب والنقمة الشعبية على الطبقة الحاكمة وما خلفته من فساد وخراب ضرب كل مؤسسات الدولة، وانعكس على المواطن في معيشته التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، بينما لم ير من النظام سوى الوعود الكاذبة والشعارات الفارغة. نعم، استمعنا وشاهدنا هذا التقرير. معنا اتصال أبو محمود من الموصل. أبو محمود، لماذا قاطع أغلب العراقيين الانتخابات البرلمانية يوم أمس؟ السلام عليكم. محمود من الموصل. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. أول وحدة. نعم. نعم. ليش العراقي أغلب العراقيين قاطعوا الانتخابات البارحة؟ أول وحدة أنا رحت انتخبت لعبوا بالجهاز، يتطرع لك البصمة مالته. أنا طلعت مدير مدرسة، كنت تعال جاري تفتكتون سبع مدارس وتريدوا تضيعون علينا البطاقة، وصرفنا على هاي البطاقة.
وقال اقفوا نجحوا. اكو واحد حوته مزيفه قام مضبوط قاعد على الحاسبه واحد المدرسه قال بمطواتكم ما تطلع. هذه انتخابات مزيفه ومباقيه اصوات واقسم بالله واحد نجح 3000 صوت وواحد 7000 صوت ما فاز من هالزمار. واليوم يجي فوق الجيف انت يا مصطفى الكاظم الرافق القوم 40 يوم صار منهم. الكاظم انت عندك قيمه وشرف تخلي هذا اليوم حرس الثوري طب الانتخابات. هذا حاسب قاسم اسمه حسن فهيم اسمه. انت شلون تخلي انت مرئيس وزراء؟ انت يا رئيس هذا دخلوا بالانتخابات. انتخابات مزيف في الوجوه يا عمي اريد اقول لك تدعينا امام الله ما تغير كل شيء تغير كتله ولا كتله الباقي كلها ثابته. نعم تدعينا امام الله لعبوا بالاجهزه البارحه احد تكدست عليها فوق 3000 منتخب نعم محمود من الموصل كان معنا شكرا لك. معنا أبو عراق من الفلوجة. أبو عراق لماذا قاطع أغلب العراقيين الانتخابات يوم أمس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أخوي العزيز. هذا لأن الكذب كثر عندهم والمواعيد اللي قاموا يوعدون بها الشعب وشغلتهم خاف احد يقول لك ترى نسبه الانتخابات ترى 5% اللي راحوا يعني انا اعطيك صوره من نعم من الفلوجه الله وكيلك قام الجوامع يتوسلون بالعالم المعودين بس تعالوا ما حد راح خاف احد يقول لكم مصاب يعني هي اول كان تزوير يعني الشعب يروح يرشح شي يرشح راح يوخر حرامي شبعان يجيب حرامي جوعان راح نقول الله يطلع الأول. عمي عملية 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 العراق فاشلة العراق إذا ما يصير الشعب يريد وحدة ويزيح هاي الحكومات كلها شلع قلع ما خلي لا سياسي لا نوب العلماء عندنا. انت يا ابو عمامه انت جابك على السياسه انت شغلتك بالجامع تنفختك جابك على السياسه بس عم البوق هذا البوق الحرام هذا اللي ترى سجوبه وترى سبيوته والله ما نقول بس لسان الله يخلصها من عدم ان شاء الله الله يخلصها من عدم. نعم زين ابو عراق لما المفوضيه البارحه تحدثت بأنه لغاية الساعة 3 الظهر كان الإقبال ضعيف واليوم تقول نسبة المشاركة وصلت إلى 41. طبعا بعثة الاتحاد الأوروبي والمراقبين أكدوا خلاف ذلك النسبة ما وصلت 15%. حتى رئيس المفوضية السابق قال بأن نسبة المشاركة لم تتجاوز يعني 34% وأقل بينما التقارير أكدت بأنه ما تجاوزت 15. لماذا المفوضية تكرر سيناريو 2018 عندما وصلت النسبة بذلك الوقت 18 ورفعتها إلى أكثر من 40؟ نفس السيناريو يعاد هذه المرة في انتخابات 2021. مو المفروض هي مفوضية مستقلة كما هو عنوانها المفوضية العليا المستقلة؟ هاي الأستاذ العزيز أنت من تقول المفوضية العليا هو الحرام وين وصل عجم من المفوضية وأنت طالع عمي شغلة حرام بحرام والله العظيم جريمة تسميها مفوضية هاي ما عندهم مصداقية جابوا لهم فلوس حطوهم بجيوبهم صعدوا هذيكم ولا مو هم أعلنوا ماكو لحد الدار حد ساعة بالخمسة الله وكيلك ما حد وصل الانتخابات ما بحد يقول لك وصل راح المفوضية مو دعمها بالفلوس وانت اقل اثبات اخر النوم
انت قبل الانتخابات شفت المسؤولين اللي في تركيا واللي راح لامريكا قاموا يخبطون هنا وهنا. العمليه من اساسها العمليه مو بس بالعراق، حتى الدعم الخارجي زور هذا كله تزويد بفلوس وماده. نعم عمي هذا الشعب بعد ما يضحك علي فتح الشعب فتح. هاي المظاهرات بالله عليك ايش قد مؤالف مؤلفه مرفضه متظاهرين مرفضه لما يعترفون بهم دول المتظاهرين. عمليه فاشله اخوي العزيز عمليه فاشله. نعم انا اشكرك ابو عراق من الفلوجه كان معنا هاشم من باب الهاشم. لماذا قاطع اغلب العراقيين الانتخابات البرلمانيه يوم امس؟ هذه الانتخابات فاشله، الانتخابات مع عام 2018 هي نفس الانتخابات الثانيه اللي كان بزمن 2018 وال 2021 انتخابات ونفس الهجوم لهذه الاحزاب الشرعيه والميليشيات التابعه له. زين هل احنا ننسى ماذا على ذلك التابع لهؤلاء القوارن لهؤلاء الموالين الى ايران؟ لا يعني كم من التي ارتكبتها هذه الميليشيات المواليه لهذه الاقدام لهؤلاء القوارن؟ لا هناك جرائم عديده، هناك جرائم عديده التي ارتكبت بحق الناشطين والمتظاهرين قيلة جلولة. يعني أغلب الجرائم وأغلب التي صادمت الشباب المتظاهرين في بغداد وفي الناصرية كونهم بعد الصراع قائمي والله بالله العظيم بعد الصراع تائمي عنصري إيماني ولا كلهم مجرمين دولة جيد ولا يعني دعية الشهداء التي سقطوا من المتظاهرين في البصرة وفي الناصرية حتى بغداد كربلاء كانت كل هذه الجرائم على أيدي هذه الميليشيات المسلمة الموالية لهذه الأقدام وعلى رأسها. نعم زين هاشم شن فسر ورود أنباء عن وصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني إلى بغداد بعد هذه المشاركة الضئيلة في الانتخابات من قبل الشعب العراقي؟ شو تفسرها أنت كمواطن عراقي؟ شو يريد اسماعيل قاني؟ يجي لحي الاحزاب الفائزه بهذه الانتخابات لا اكثر ولا اقل. يعني هذه الفائزه بالكامل بحق. نعم. ويحيي الميليشيات الاوكرانيه بالكامل اليه هو غير ولا لكن هذه حتى لو كانوا هم فازوا بهذه الانتخابات لانهم ما كانوا ما المسلمين هم المجرمين. يا اخي حتى لو كان هذه الاقدام هذه القوارض هم المجرمين. أنا أشكرك هاشم من بابل كان معنا كيان من بغداد. كيان لماذا قاطع أغلب العراقيين الانتخابات البرلمانية يوم أمس؟ السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا حبيبي. أول شيء تحية لكل من قاطع الانتخابات إكراما لدماء الشهداء وضحوا بأنفسهم لأجل العراق، شهداء الثورة، شهداء قبل الله يرحمهم. وتحية لكل من قاطع الانتخابات. أما الراح للانتخابات، هذا الراح الانتخابات مو عراقي، ما اعتبران عراقي بالنسبة لي. لأن الناس لماذا قاطع العراقيين الانتخابات؟ ليش روحاني عملية مع القلب روح للمحيط الهادي للهندي الله تسويها؟ تعليم ماكو، ودخل ابني بمدرسة أهلية وادفع ملايين. صحة ماكو، زراعة ماكو، صناعة ماكو، نفس الوجود. نور الفاتح مرشح، هاي المجتمع في سبعة، حنان فتلاو مرشحة، سيد مقتدى مرشح، نفس الشيء، نفس القوام، ونفس سيد عمار الحكيم، نفس القوام. أنا ليش أخوي عندي مليون نازح، فقر،
جوع مرض يعني هاي كيله وروح انا اخذ سبعه وانت ترخيص هذا يسمونه غباء انا غباء هاي كل الظلم اللي قاعد اشوفه في العراق احترام العراق ولا شيء ارخص ارخص برضه عراقي يروح كانه ارخص عقب بالسوق يصيحون بسماعة هذا بربع دم العراق ارخص من عنده بسبب ذول الفاسدين شلون اروح اروح حناني اروح على الحكم واخليهم اربع سنين على رؤوس الفقراء وعضهم وشد وشاحب معاني انا مرت حطيت سبعين وايشهم شاركت بالجديد شاركت بالسرقات شاركت وشاركت بالجوع وشاركت بالاراضي وشاركت بالمطلقات وبالفقراء وسامة وشاركت بخارج البلد وشاركت بينها نعم شاركت بكل شانة من خليت صبعي شلون اروح ليش اروح انا ما اروح هاي الناس نقيتها ارضية تسمعني هاي الناس اللي بالحكومة صارها 18 سنة نايمة على قلوبتنا ما رأيتها يا ناس يا عالم يا ناس يا عالم يا أمم المتحدة يا كل من يسمعنا وعنده غيرة وعنده شرف وعنده ناموس يخلصنا من ذولي هذول يعني دمروا المال والعباد هذول مو بشر هذول معجونين ومي الشيطان هذول كارثة الشيطان يدرس عندهم خلصونا من عندهم ونفس الشيء الوجوه الجديدة يمرشة عن القوام القديمة الوجوه الجديدة أنا متابع لهم أستاذ عمر خلنا أذكر لك فالشيء الوجوه الجديدة بدون ما ذكر اسمائهم بس الوجوه الجديدة وحدة تطلع شو تقول يسأل المقدمة تقول شنو برنامج الانتخابي يقولها راح أسوي معمل مال خياطة للنساء واحد يسألونه يقول له شنو برنامجك الانتخابي يقول راح أبلط الشوارع هو هذا العراق تبني الشارع سياسة العراق أو هيبته تبني الشارع لو نفتح معمل خياطة للنساء هي هذا برنامجك الانتخابي الجاي نبيه مع الأسف مع الأسف هو شو هو ها هذولي رشحهم فاسد فاسد رشحهم ما اخذ واتفق وياهم قالهم انتم راح تدخلون على وجوه جديده وتستلمون هالقيت تحسين معيشه وراتبكم زين وحمايات وسيارات وجكسارات وتمشون وما عليكم شيء ودخلوا يانا وجوه جديده وما لكم علاقه انتم راح تطلعون على رجل على رجل تظهرون باسم الانتخابات وراح تختفون زين قائد فيلق القدس الايراني وصل الى لا. الى العاصمه بغداد في زياره غير معلنه طبعا هو وصل لا. اليوم وقبل فتره هم اجى وقعد ويا رؤساء الكتل ليش اجى برايك انا قلت لك ليش اجى جاي يطمن جاي يطمن على مصالح ايران جاي يطمن على مصالح ايران جاي يشوف اخي متعاقدين ويا ايران ب 20 مليار دولار على شنو شي يودونا جبن لبن شي يودونا ايران طماطه ما هذا هاي ابو غريب هذا جاي يطمئن على مصالح ايران ما يهمه لا عراق يحترق العراق شنو العراق لا شيء يريد يطمئن على الاموال الفلوس اللي تطلع من العراق اللي قاعد العراق الصفر وجوع ومصير ايران على مديران الصين السعيده على 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 مدن هذا هناك ينام براحته يخرج على رجل وينام والله هاي اغني قاعد يجني هاي مالاتك يا شيخنا سيدنا هاي مالاتك لك وين من جاي جاي يعني جاي يدعم العراق لا ما جاي يدعم العراق هو رجال أسس استاذ عمر اكو فد ملاحظه اسمح لي ارجوك انا طولت عليك فد ملاحظه هم تدري شوف تدري ايران سووا بالعراق سووا بالعراق انا اقول لك هي هاي كيلة سبب سيد مختدى من اسس الجيش المهدي هاي تفرعاته سووا ما خلوا حركه وحده وضخمه خلوها بالعراق ميليشيات لا سووا سووا عقائد سووا كتائب سووا نجبات سووا لواء العباس سلام الله على العباس بريء من عندهم سووا كذا سووا كذا ليش هاي استاذ عمر تدري ليش هاي على مود هم باي مكان بالعراق مسيطرين حتى بالشمال بالجنوب بالشمال وحتى بالغربيه مسيطرين اكو ناس بالغربيه راحت باسه تديهم يا عمي شلون ما بالجنوب راحت وبالشمال باسه تديهم موجود استاذ عمر انا ما نخلص من هاي الوجود نقول حسبنا الله ونعم الوكيل بالعراق اشكرك واشكر قناتك اشكرك الكريمه يا طيب بغداد. الله يسلمك الله يحفظك ممنون لك ام محمد من بغداد تفضلي ام محمد ليش العراقيين قاطعوا الانتخابات يوم امس
أغلب العراقيين. أم محمد تسمعيني؟ أم محمد؟ يبدو أن فقط اتصال مع أم محمد من بغداد. طبعا وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني إلى العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة، وقال مصدر حكومي بأن قاني عقد فور وصوله اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وعدد من زعماء الأحزاب لغرض تنسيق المواقف بشأن طبيعة التحالفات السياسية لمرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة. هذا وقال مراقبون بأن زيارة إسماعيل قاني تأتي ضمن محاولات تدارك الأزمة الحالية في ظل مقاطعة شعبية للانتخابات وصفت بغير المسبوقة. طبعا تجمع متظاهرون وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار للتنديد بما وصفوه بتدخل قائد الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني في الانتخابات، وانطلق التظاهر في ساحة الحبوب وسط مدينة الناصرية، عبر فيها المتظاهرون عن رفضهم لوصول قاني إلى العراق في زيارة سرية بدافع إعادة تشكيل العملية السياسية وفق المصالح الإيرانية. خلونا نشوف هذا المقتطف من الناصرية ونرجع لكم. نعم، معنا أبو باقر من واسط. تفضل أبو باقر، ليش العراقيين أو أغلب العراقيين قاطعوا الانتخابات يوم أمس؟ أبو باقر. أريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. قاطعوا الانتخابات، أولا هي المفروض خدمات تتوفر للناس حتى الناس على ضوء الخدمات تطلع للانتخابات، فماكو خدمات. بس احنا شو نقول؟ نقول ان شاء الله بلكي الوضع يتحسن نحو الاحسن. شلون يتحسن بلكي؟ احنا صارنا في 18 يعني سنه يتحسن. الناس لا خلينا نكون واقعيين ابو باقر، ماشي نتحاور انا وياك. يعني هاي البلكي والتواكل ويلا بلكي، لا شنو الممكن انه احنا اليوم نلمس؟ انت تقول في طار او بين قوسين هاي البلكي، نفس الوجوه دخلت للعمليه السياسيه من عام 2003 ولغايه الان هي اللي ترشح وترشح بكل انتخابات وربعهم اللي يفوزون. ان شارك الراحل المواطن العراقي، طبعا هذه دلاله قويه على وعي الشعب العراقي في هذه المقاطعه، ولكن شنو اللي راح يتغير حتى نقول بلكي؟ والله يا ابا احنا اقول لك احنا شو نريد؟ هو الشعب العراقي يريد الخدمات. نعم. يريد الخدمات، يريد مستشفيات، يريد الشوارع، يريد مي. زين اللي ما سواها 18 سنه، سؤال، اللي ما سواها 18 سنه وكان عنده كل الامكانيات الماديه والاقتصاديه والدعم الدولي المستمر هسه يسويها؟ معقوله؟ مو انا اقول لك كان الارهاب وما ويعني ماشي. انت لا تحكي لي على مناطق، لا تحكي لي ماشي ماشي السعوديه، لا تحكي لي على مناطق بها ارهاب، احكي لي على البصره. يا اخي احكي لي على البصره ماشي، بس يا اخي يا اخي يا اخي احنا ليش نغيب الناس واحنا ولد هذا البلد واحنا عايشين؟ احكي لي على البصره، احكي لي على كربلاء، احكي لي على النجف، احكي لي على واسط. هم بيها إرهاب؟ ما بيها إرهاب الحمد لله، والله إن شاء الله يديم الأمان على كل العراق. البصرة اللي حد الآن ما عندها مي حلو، المجاري اليوم منطقة بالهوير منطقة طافحة مي المجاري حش السامع، اليوم بعد لا نزل مطار ولا أجى شتاء. يا أخي يعني معقولة إحنا نظل نظل إحنا؟ مو هاي أمانة، أنت رجال مسلم، هذه أمانة نحاسب عليها، الكلمة نحاسب عليها يوم القيامة ونحاسب عليها في الدنيا وفي الآخرة. نعم. مع الناس جاي تنتخب. شلون؟ يعني إحنا بقيتها ترى ما كان أكو مجال، كان الدولة ملتهية بالتفخيخ والتفجير يعني ما مسيطرة على الوضع، الأمن كان منهار. هسه بدأ الإعمار إن شاء الله نقول، عملتي يبدأ الإعمار والله كريم. شنو اللي بدأ أبو باقر؟
من واسط كان معنا، يعني هو اللي صار له 18 سنة وميزانيات انفجارية ورواتبه مخصصاته ورواتب الحمايات وفلوس الاستثمارات والصفقات والعقود، ما سوى شيء. ده يسوي هسه والعراق يعاني أزمة اقتصادية، وهسه المواطن قاعد واقع بيها، الدولار صعد والأسعار صعدت وتعيينات ماكو، صارها متوقفة سنين. يعني خلينا نكون عندنا ضمير، ما يصير ما يصير. هو أنت حب وحشي وكره وحشي، احكي الواقع احكي الواقع. يعني أنت ليش إحنا نكذب الواقع اللي دي يعيشه العراق ومحافظات العراق؟ خلينا نكون واقعيين. أبو بحر من الموصل، أبو بحر، لماذا قاطع أغلب العراقيين الانتخابات البرلمانية يوم أمس؟ تفضل أبو بحر. تحياتي لك والقناة الثلوج الموقع الرافدين، يا أهلا. والله شوف القناة الرافدين الموقع، يا أهلا. هاي الانتخابات بالنسبة للمناطق ما حد راح بالأحزاب المستفادين من الدولة ومن الحكومة. شون؟ ما راح عليها غير الناس اللي مستفادة من هاي الحكومة. نعم. واحد يستحق على نفسه، إذا راح عليها الإنسان الفاشل، الإنسان هيشات الطاقة، راح لهاي الانتخابات وصوتت عليها، هم يقولون 40 راحوا منها 5%. وكل من راح على هاي الانتخابات دماء الشهداء بالمظاهرات، وراحت بهذه وراحت دماءهم بلاش بلاش على الفاضي، وثالث انتخابات فيهم وراحت على صوتت على هاي الحكومة نفسها. مجرد أكثر ما يكون هذا الحكي. نعم. راح استفادة من هاي الحكومة فقط، راحت والله مناطقنا احنا ما حد راح تقول 5% ما راحوا من عندها. نعم. طبعا المفوضية رفعت الرقم اليوم وقالت نسبة المشاركة 41، وهذا يتعارض مع تصريحاتها يوم أمس. يعني يوم أمس لغاية الساعة 3 الظهر هي قالت بأنه الإقبال على مراكز التصويت كان قليل جدا. طبعا الاتحاد الأوروبي، بعثة الاتحاد الأوروبي قالت بأنه يعني الإقبال جدا ضئيل، التقارير الدولية، الصحف الدولية، القنوات المحلية تؤكد بأنه نسبة المشاركة ما وصلت 15 هي والتصويت الخاص. أخي العزيز بالنسبة للموصل ما راحوا من أدها 5%. نعم. ما راحوا من أدها، هم يعني كل ساعة ينطونك خبر شكل، هم يشتغلون نفسهم وبنفسهم. زين شو نفسر هاي المقاطعة أبو بحر؟ شو نفسرها هاي المقاطعة؟ هل هو بسبب فساد الطبقة السياسية، بسبب حرمانها للشعب العراقي من أبسط الحقوق، بسبب انتشار السلاح المنفلت؟ هذه بالنسبة لها، هذه عندك الساعة الموصل أبسط شيء، لا مستشفيات، لا خدمات، لا كهرباء، لا مي، لا شيء. على شو أنت انتخابات تريد بالسعادة؟ طبعا فساد زي طبقة ولا همول البلد، وخربوا هذا البلد ونسوا دماء الشهداء. الثالث مجزرة صارت بالمحافظات الجنوبية كلها نسوها وصحوا على هاي الانتخابات صوتوا عنها. نعم. هي انت سعيد قبل شوية تقول المفوضية، تقول احنا بالنسبة لنا بالمفوضية ولا كل حد ما راحوا 5% ما راحوا، هم يعلنون 40%. وين هاي 40%؟ وين لقوا هاي السالفة؟ نعم. شيء أصل سوالف ما 40% و 20% ماكو. الموصل أكبر محافظة بالعراق، ما راحوا من إدها 5% ما راحنا. نعم. أنا أشكرك أبو بحر من الموصل كان معنا. أم أحمد من محافظة النجف، أم أحمد لماذا قاطع أغلب العراقيين الانتخابات البرلمانية يوم أمس؟ السلام عليكم. بداية وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يخليكم، الله يرضى عليكم. أولا إحنا ما كان في اليوم بالعراق العظيم انتخابات سابقة، السنين اللي فاتت كلها عبارة عن مهازل، هاي منتهي من عندها. لكن أكو بعض الأخوة، وأنا دائما أقول الشخص على رأسي، لكن نقاش
لما نعم. يقولون المناطق الغربية وكانوا ملتهين بالإرهاب اللي هو أصلاً صنيعة إيدهم القاعدين على السياسيين وحكام القاعدين على كراسي العفو. المحافظات الوسط والجنوب من اللي قتلها ولحد الآن ولحد قبل يومين شاب ديوانية. ليش؟ لأن خش على مقتدى. أستاذي إحنا مشكلتنا الفرقة، إحنا مشكلتنا الفرقة إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. وأكو آية صريحة تقول الله سبحانه وتعالى يحشرنا شهداء على أنفسنا، كلمة الحق أو أجيبها منا وأخليها هنا مع كل احتراماتي للكل. يا ريت هاي الشغلة نتركها. الفرقة اللي عندنا يعني شوف هسه من أكو ناس طلعت تهوت المقتدى اللي هو مقدما مبكرا جاي يقولها حكومة قدرية حكيمية مالكية، ما كلمة قطوع هوطها ما خطر على بالهم لحظة وما راح يخطر، لأنه ناس قردة تكرمون الله سبحانه وتعالى وصفهم بالقردة والخنازير، هاي الملل العفنة تكرمون هذولا أو طلعوا طبلوا بالأنبار نفر من أنفار النجف. زين أنت يا أبو الأنبار ويا أبو النجف اللي جاي طبل على هالجلادين وعلى هالسفلة، ما شفت الدمايات اللي في الشوارع شن هي؟ ما شفت كوارث السجون شن هي؟ إحنا مشكلتنا يا أستاذ الفرقة أو الفرقة العفو مقتدى مقتدى ويستحق اللعن. هو قال العنونة مقتدى من كانوا يتجمعون بمسجد الكوفة، احنا كنا جدد على المناطق وين احنا يعني مو من النجف اصلا وعلى راسي اهل النجف، فكان يقول استاذي كان يقول العنونة اذا رأيتمونا يوما نطالب بكرسي حكم، وبنفس الوقت كان يقاتل على الوزارات. فهو هسه علن يستحق اللعن، هو قال العنونة. زين تيجي الجماعة هذول الهمج اللي يصفقوا له غير اكو عقل من التول قيام او هم من يطرحون الموضوع، اكو عقل يعني يدرج وياك وتقدر تتناقش وياه، كذلك جماعة الحكيم جماعة المالكي. فشنو اللي اتوقع يعني شنو الغريبة اللي صار بمهزلة البارحة؟ يا شيخ البارحة شنو اسمها انتخابات مثلا او مبكرة حتى انا اقول عليها انتخابات؟ نرجع الاهم من هذا، ابو مقتدى المسكين محمد صادق الصدر عنده مقولة قالها على رؤوس الاشهاد، على دول هسه اللي قاعدوا على الكراسي ويسمون نفسهم معارضه، كل واحد موجود بايران ويدعي المعارضه وخلى ايده بايد ايران فهو عميل ضد العراق. يلا خلي يطلع واحد شريف من عمامتهم مقتداهم ومن عمارهم الحكيم. وبالمناسبه للامانه محمد سعيد الحكيم قال ماكو واحد يمثلنا من ال الحكيم بالسياسه، يعني تفصيل حتى من العشائر. يا أستاذي الله يجزوكم بألف خير، لا أسميها انتخابات ولا أكو شريف راح وانتخبهم، اللي راح البسيط انتخب المساكين دول أهل المظاهرات ما مظاهرات، لكن ما راح يسوون شيء لأنه الجرباء هي اللي مشكلتنا الفرقة. أرجع وأكررها كل من يطبل على ناره، أما المظلوم هاي نخليها يا رب العالمين. ودائما أقول بكل بساطة أحكي لكم إياها وأنتوا أولادي لا تكلف ولا والله كل ما هنالك ادعي خلي عينك بعين الله، الخاطر الشعب الخاطر معاق المساكين، هل ما تحملنا كرونا انا العملي طبيعه عملي خلتني شفتهم من كانوا يجيبوهم جثثهم ودمهم يطف ايش قبالي دم شاب وجاي نازع بنفسهم منتظرين حتى نطلع ايش حدث الوفاء لهم، ويجون الملثمين للمستشفيات يهددونا حتى يقتلون الجرحى. فإلى أن أموت إلى أن الله يأخذ أمانته من عندي أظل ألعن مقتدى وعمار والمالكي والسفلة وكل اللي صفقوا لهم عن طريقكم وأدائكم أشراف غيركم، أظل أتواصل وياهم. فإحنا بلدنا مهدوم، اللي يقولون كانت إرهاب المناطق الغربية زين المخدرات اللي دخلها بلدك هدم هدمه بلدك خلوه أثر من بعد عين، أي إرهاب التهوا بهم جابوا الإرهاب، البركة إيران وبركة المالكي وبركة بالعامري وبالسفر الغيرة وغيرة والخزع اللي طلعوا آخر وقت اللي كانوا حسالة مجتمعات النجف دولة وغير النجف، الوقت اللي طلعهم بالناس العراقيين وصفقوا لهم استاذي من جفاعاني إذا ما لقى ديبان عراقيين سفلة مفتوحة. ربما أم أحمد قائل يقول إنه يعني قاطع العراقيون أم لم يقاطعوا، جرت الانتخابات وأفرزت بأغلبها عن نفس الوجوه، برأيك شنو اللي تغير؟ كل شيء ما تغير. حادثة صارت بأول انتخابات ويوم ما رويتها عندكم من جماعة المجلس الأعلى وبدر، لكن هذه المقاطعة أم أحمد هذه المقاطعة
يعني تعني الكثير، تعني بأن الشعب العراقي لا 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 أستاذي، مع احترامي للآراء مع احترامي أنا من قطعت، بس هي ماكو نتيجة. النتيجة المفروض العراق واحد، المفروض عندك قضاء عادل، المفروض عندك جيش يسندك. أستاذي الانتخابات الأولى اللي صارت هو ناس كلها طلعت على بساطتها، وطبعا هم خطأوا بحق أنفسهم، لبقوا 10,000 وهالشغلات. فإجوا اثنين، واحد مجلس أعلى واحد بدر، ما أنساهم موجودين بالمختبرات يمنا، واحد بارك للثاني. نعم. رد عليه الثاني قال له تعرف شلون اخذناها؟ يعني معناها بالتزوير. هو الناس كانت طالعه 2018 ما طلعت، هي النتيجه وحده، تنتخب محمد وطالك عباس. هي اشكرك ام احمد من النجف كانت معنا. ام محمد من بغداد تعاود الاتصال، تفضلي ام محمد. ام محمد نص التلفزيون للاخير، عيني عيني نص التلفزيون للاخير. ام محمد اذا تسمعيني تسمعيني؟ الو نص التلفزيون الاخير حتى نقدر نفتهم عليك. الو اسمعك عيني، تفضلي. الو يوم، الو عيني اسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. شلونك استاذ عمر؟ شلونك عيني؟ اهلا وسهلا بك، تفضلي. ها عيوني، على هاي الانتخابات احنا الباحة كنا قاطعنا الانتخابات. نعم. ولا رحنا انتخبنا ولا طلعنا ولا شفنا الانتخابات. شلون صارت هسه 41 الانتخابات؟ ليش صعدت انت صعدة الانتخابات؟ شلون يا استاذ عمر؟ الو وياك اسمعك اني. شلون صعدت انت الانتخابات يا استاذ عمر؟ شلون من اجى قاقاني سواها 41 وهسه تعال شوف الدنيا مغلوبه قلب؟ والله شنو فاز سيد مقتدى؟ وين فاز سيد مقتدى؟ وين؟ وين؟ يريد يموت العالم من الجوع اذا فاز؟ يلا يا استاذ والله متنا، والله متنا من 2003 لحد الان متنا يا استاذ عمر. احنا شنو ذنبنا؟ والله ذنبنا احنا عراقيين؟ ما راحوا، والله ما حد ما طلع وانتخب، كلنا ما رحنا انتخبنا. شلون صعدت 41؟ يا سعد عمر تعالوا قولوا لي شلون صعدت؟ يعني زوروا النسبة هاي برأيك؟ ها عيني؟ زوروها؟ زوروها 100% زوروها. والله البارحة من قلت راح أصبح الصبح يا سعد عمر والله العظيم. نعم. والنبي محمد قلت هاي راح تتزور، ومن اجى هذا المجرم زورها بعد أكثر. ماكو، ما حد ما طلع المنطقة كلها ما طلعت أستاذ عمر، كلها ما طلعت. شلون صعدت 41؟ شلون فازوا ذولا؟ شلون صعدوا وشلون رجعوا؟ احنا أذنا بالله وبالله وبالمتظاهرين، والله العظيم حتى أنا أطلع وياهم. مو متنا، والله متنا يا أستاذ عمر، والله العظيم متنا. زين إذا هسه اكو حباية براسي تون باكر، ماكو حباية براسي تون إذا صعد عليه، هسه من هسه ذا يكتل بالعالم. زين اذا اخذ راس الوزراء العد هاي ايش راح يسوي بينا؟ كفي لك الله نمشي بالشارع ويذبحنا واحد واحد. انا صدوق كذب. نعم. بس ان شاء الله يا ربي يا ربي ان شاء الله احنا المنصورين، العراقيين منصورين والمتظاهرين ان شاء الله منصورين، ان شاء الله ما يفوز، ان شاء الله ما ياخذها. يا رب يا رب، والله متنا، والله متنا يا استاذ عمر، والله متنا والله العظيم. الله يحفظكم ويحفظ جميع العراقيين. أنا أشكرك أم محمد من بغداد كانت معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد. طبعا كشفت مفوضيه الانتخابات عن نتائج التصويت
11 محافظة، مشيرة إلى أن ما تم إعلانه هو نتائج أولية وليست نهائية، فيما عادت معظم الأحزاب المرفوضة شعبيا لتتصدر المشهد رغم المقاطعة الكبيرة في الانتخابات. هذا وكان مصدر مسؤول قد كشف عن دخول البعثتين الأوروبية والأممية بخلافات مع مفوضية الانتخابات في العراق بشأن دقة نسبة المشاركة في الانتخابات المبكرة التي أعلنتها. وقال المصدر بأن تلك الخلافات دفعت إلى تأجيل عقد المؤتمر الصحفي الذي أعلنت المفوضية عنه، وكان مقررا في الساعة 12 من ظهر اليوم، موضحا بأن البعثات الدولية غير مقتنعة بأن نسبة المشاركة النهائية هي 41%. كذلك طبعا بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق يونامي قالت بأن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية كانت مخيبة للآمل. معنا اتصال أبو زكريا من كركوك. أبو زكريا، لماذا قاطع أغلب العراقيين الانتخابات يوم أمس؟ أولا السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلون صحتك؟ تحية لك وللكادر وكافة المستمعين الكرام. حياك الله، يا أهلا بك، الله يسلمك. أستاذ عمر، أنا بكل حلقة أشارك اللي هي أكثر الحلقات كانت تخص موضوع الانتخابات في العراق. يعني أذكر ملاحظة مهمة يعني أقول بها أنه هاي راح تكون أسوأ انتخابات بتاريخ العراق منذ تشكيل الدولة العراقية لحد البارحة، هذا كلامي. واليوم بعد يعني بدأ إعلان النتائج، يعني مثل ما نقول ها هي التأشير قد لاحت في الأفق. هذا في موضوع الانتخابات بشكل عام. في موضوع انتخابات كركوك واللي ما حد اتطرق لهذا الموضوع لحد الآن من متصلي كركوك، اللي صار بالانتخابات مال كركوك انه قبل الانتخابات، قبل بدء الحمله، الاحزاب الثلاثه اللي هي متقاسمه كركوك وتقاسمها يعني وزعوه الامريكان لان للخيانه ثمن، يعني الاحزاب العربيه والاحزاب الكرديه بالدرجه الاولى والعربيه والتركمانيه، روجوا لجماهيرهم العرب والتركمان، الاحزاب العربيه والتركمانيه، بأنه إذا ما تطلعوا للانتخابات الأحزاب الكردية راح ترجع السيطرة على كركوك. هذا واحد خوفوهم. الأحزاب الكردية أيضا روجوا الجماهيرهم، وجهوا الشارع مالهم نفس الحالة، إذا ما تنتخبون العرب راح يحكمون والتركمان يحكمون كركوك، وهي بالحقيقة لا عربي ولا كردي ولا تركمان يحكم، يدا تحكم إيران كركوك. وإيران من إجت حكمت كركوك وأخذت ورصة على الشكتوبر على مود النفط، على مود الصهاريج اللي دا تطلع يومية صهاريج حيث الخزعلي وهذا العامل وغيره وغيره. نعم. فهذا اللي صار بما يخص انتخابات كركوك. أما سبب المقاطعة 18 سنة، يعني بعد الإنسان شريد شو يعرف 18 سنة عمر طفل إذا تولد أمه ورا 18 سنة يستحق طالب كلية. نعم. 18 سنة مو قليلة، يعني ناس عرفته شنو الفشل، شنو أصبح السياسي شخص منبوذ، أصبح أي شخص ينتمي الحزب منبوذ. اليوم أنا كنت أفتر بتسوق بكركوك أباوة على الأصابع، أكثر الناس ما أنا منتخب، أكثر الناس اللي منتخبين ناس يعني يميلون مثلا للأخشن الصالحي، يميلون للاتحاد الوطني الكردستاني، يميلون للبارتي، أغلبيتهم يدامون، أغلبيتهم يدعمون، أغلبيتهم عندهم علاقات قوية ويا الحزب. أما المواطن البسيط التعبان مثل حالي وحال غيري، والله لا منتخب ولا رايح ولا. هذا موضوع. موضوع ثاني، أنا أعتبر المشاركة بالانتخابات، هاي الانتخابات خيانة للعراق، خيانة للنخاء، خيانة للنخاء. أنا أجي أنتخب واحد قتلني، هم كانوا يختلفون بيناتهم، الأحزاب اللي تحكم العراق يختلفون بيناتهم، نشبع مفخخات، يشبعوننا مفخخات، الله وكيله. نعم. فهذا عدم المشاركة هو نصر عظيم للشعب العراقي. نعم. كان إذا بقوا بالسلطة أو ما بقوا، إحنا انتصرنا، افهموها. هم ولو هم ما يستحون، هم متربين بالشوارع اللي يحكمون العراق، متربوا بشوارع طهران ودمشق ولندن، ما يستحون من هذا الكلام العراقي اللي يحاشيهم. بس احنا انتصرنا، مريتكم ديالوغا نقول لكم اياها، انتم زين تعرفون احنا مريتكم. نعم. وتحيه لك وسلامي لك وتحيه للشعب العراقي.
الله يحييك، أنا أشكرك أبو زكريا مكركوك. طبعا الحزب الشيوعي المقاطع للانتخابات قال بأن النسب المتداولة بشأن حجم المشاركة بالانتخابات حقيقية وأقل مما حصل في انتخابات 2018، وتمثل عقوبة جماعية شعبية للقوى السياسية المتنفذة. رسالة على الواتساب يقول: السلام عليكم أخي عمر، مقاطعة الانتخابات يدل على فشل العملية السياسية والأحزاب والكتل العاملة للسفارات الخارجية والأجنبية، وعود كاذبة من قبل النواب في البرلمان، لا يوجد أي إصلاح بوجود خونة. رسالة أخرى يقول: إذا كان عراقيا أصيلا أن يتحدث للسامعين بالحقائق وليس بالدجل والادعاءات الفارغة. يقول: الانتخابات الفاشلة انتخابات فاشلة وغير قانونية ولا شرعية، لأن حجم المواطن برهن ذلك بعدم الذهاب إلى المراكز الانتخابية رغم النداءات بواسطة مكبرات الصوت من الحسينيات والجوامع وسيارات النجدة والإسعاف، لكن العراقيين رفضوا الحضور واستهجنوا النداءات. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، والتي كانت بعنوان: لماذا قاطع أغلب العراقيين الانتخابات البرلمانية؟ شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.